السلام عليكم يا شباب. النهاردة انا هكلمكم عن مبدأ حفظ الطاقة. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. يعني ايه الكلام ده؟ الطبيب الالماني ماير والعالم جول كان ليهم نصيب الاسد في امداد الفيزياء بالعديد من التجارب. من اهم تجاربهم لما حاولوا يثبتوا ان الحرارة هي شكل من اشكال الطاقة، وده بعد كده اللي وصلنا لمبدأ حفظ الطاقة. لما البرد بيبقى بارد قوي فانت بتعمل حركات كده علشان تمد جسمك بالحرارة وتبدأ تدفى، زي ان انت تعمل كده تنفخ في ايديك، وده تحويل للطاقة الميكانيكية الحركية لطاقة حرارية. فاحنا هنا قدام نسبة تحويل محددة من شكل من اشكال الطاقة لشكل تاني. فلو عرفنا مقدار الطاقة الميكانيكية بالظبط هنقدر نحدد مقدار الطاقة الحرارية اللي هتتولد، وهو ده اللي اشتغل عليه ماير وجول. جول عمل جهاز علشان يحسب الطاقة الحرارية اللي هتنتج من طاقة ميكانيكية. جاب حوض عازل للحرارة فيه مية وحط فيه عصاية وفيها أجنحة، وحط العصاية كلها في المية بس خلى جزء منها ظاهر، ووصل العصاية دي بدراع معين كده وبحبلين كده، وصل عند جانبين الحوض وعلق ثقلين في الحبلين دول، وبدأ بقى يحرك الدراع ده، فالعصاية كانت بتطلع وبترفع الثقلين، فكده الثقلين دول خدوا طاقة وضع، وبمجرد ما يسيب الدراع ده كل حاجة ترجع مكانها والثقلين ينزلوا تاني. التجربة دي بقى هي مثال على تحويل الطاقة الميكانيكية الحركية اللي هي الجناحين اللي في المية لطاقة حرارية في رفع درجة حرارة المية. وبمعرفة الحرارة النوعية للمية قدر يحسب الطاقة الحرارية اللي اكتسبتها المية. الاستنتاج ايه؟ هو كمية الحرارة الناتجة من احتكاك الاجسام سواء بقى صلبة او غازية بتتناسب طرديا مع القوة المبذولة او الطاقة اللي بيتم التحويل منها. يعني بمعنى اصح، كل ما تزيد الطاقة الحركية بتزيد الطاقة الحرارية. التجربة العلمية دي خدت خطوات سريعة قوي بعد كده، يعني اكتشفوا بعد كده ان الحرارة والحركة هما شكل من اشكال الطاقة، وان كل اشكال الطاقة ممكن تتحول للنوعين دول. عندك مثلا الطاقة الضوئية الجاية من الشمس ممكن تتحول لطاقة حرارية علشان نحس بالدفء، وممكن تتحول لطاقة كهربية من الخلايا الشمسية. وعلى فكرة التيار الكهربي لما بيمر في سلك بيعمل طاقة حرارية. الفحم مثلا بيختزل طاقة كيميائية ممكن نحولها لطاقة حرارية. يعني كل الحاجات اللي بتحصل حوالينا كل يوم هو تحويل شكل من اشكال الطاقة لشكل تاني. يعني لو في نظام معزول من كل التأثيرات الخارجية فمجموع الطاقات اللي فيه ثابتة مهما تحولت من صورة لتانية. يعني لو اعتبرنا ان الكون هو نظام مادي معزول من كل التأثيرات الخارجية، فكل الطاقات بكل الاشكال اللي حصلت من ايام الانفجار العظيم هي بنفس النسبة مهما تحولت من صورة لتانية. بس الكون ما فقدش اي طاقة ولا اكتسب اي طاقة اضافية. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن يمكن تحولها من صورة لتانية. لحد ما خلصت حلقتنا، المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم.